كرام عدسات الكاميرا هنا أيضا تترقب هذا الانطلاق على بركة الله. شوط الختام، شوط الوداع، شوطنا أيضا ختام هذه الأمسية الجميلة التراثية المميزة هنا أيضا أعزائي المشاهدين على بركة الله وتوفيق. شوط الجعدان ينطلق هنا أيضا، يعتبر شوطنا الأول للجعدان وختامها مسك مباشرة على المقدمة، مباشرة على صدارة هذا الشوط. ناصي باحث عن الهاتريك، راعي ناصي هنا أيضا في هذه اللحظات. حمدان بن ثاني النعيمي من يتقدم في هذه اللحظات المركز الثاني وصول، وتقدم أيضا من ناصي بشعار عبد الله بن ثاني النعيمي على المركز الثاني. ثالثا شعار بن شلبود يقدم لنا لاهوب خميس بن عبيد بن خميس بن شلبود على خيل المركز الثالث. شعار بو خالد من يتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات، ولكن راح بو حمدان، راح الى المقدمة. بن شلبود يحاول في هذا الانطلاق، يحاول في هذا المسار. الساعة تحتار، حايرة وطايرة، وين الساعة؟ وين بتسير يا ساعة؟ ساعة مبارك وين بتسير؟ الله ما شفتوا لها شكلها، ولا بتضربون من ستار. الله 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 على البداية. الله ما بين ناصي لاهوب، ناصي ولاهوب، ناصي ولاهوب، لاهوب صامد وناصي ناصي ناصي بالفعل. تهانينا والناموس إلى السيد عبد الله بن ثاني النعيمي هنا على هذا الفوز. والمركز الثاني قدم العرض الجميل لاهوب، هناك أيضا بشعار بشلبوت. ثالثا شعار بو حمدان المركز الرابع والخامس هنا أيضا. أعزائي المشاهدين مع ضاقة النهاية توقيتنا دقيقة 44 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، فتهانينا والناموس لكافة الفائزين في هذا المساء أيضا، والتهنئة أيضا لكافة الفائزين، وأيضا التهنئة إلى الزميل نايف بن محمد الوهيبي على أفضل توقيت زمني، وأيضا شكرا محمد بن سعيد بن قشمال المنصوري على أيضا هذه الجوائز. شكرا والشكر يعود إلى السيد ساري بن محمد بن كراز المهيري وإلى خليفة بن حمد بالعور الأخيلي منظمين ودائرين هذا الصندوق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.